بالفيديو شاهد حقيقة طرد الفنانة هنا الزاهد من عزاء جورج وسوف، أو الورد من هنا الزاهد على حقيقة طردها من عزاء جورج وسوف بعد وفاة ابنه. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. بالفيديو شاهد حقيقة طرد الفنانة هنا الزاهد بن عزاء جورج وسوف. تختلف طقوس ومراسم تشيع الجنازات من دولة لأخرى ومن ديانة لأخرى، ولكن يغلب عليها الطقوس الدينية. ولكن هناك عادات وتقاليد غريبة في تشيع الجنازات في بعض الدول مثل دول الشام وهي لبنان وسوريا، وفيها سادت أجواء مختلفة في جنازات الفنانين، وسادت أجواء الطبول والغناء والرقص بالنعش وغيرها من علامات الفرح المدموجة بالحزن. ولعل تبريرهم لهذه المراسم أنهم يعتبرون هذا الشخص المتوفي عريسا بالجنة أو تنفيذا لوصيته. توفي خلال الساعات الماضية وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث شهدت الجنازة تشيع جثمان الراحل على أنغام أغاني والده ورقصوا بالنعش أثناء تشييعه. وكل هذه المظاهر لفتت الأنظار، ورغم ذلك فهي لم تكن الواقع الأولى، ففي السابق شيعت لبنان جنازات لبعض الفنانين وذويهم بهذا الشكل. وشهدت جنازة الفنان جورج الراسي العديد من الأحداث بدءا من الرقص بالنعش والطبول أثناء تشييع جثمانه لأداء صلاة الجنازة ودفنه وإطلاق الأعير النارية. وكل هذه المظاهر لفتت الأنظار لجنازة الفنان جورج الراسي. أول رد من هنا الزاهد على حقيقة طردها من عزاء جورج وسوف بعد وفاة ابنه. ودع سلطان الطرب جورج وسوف نجه الأكبر وديع في كنيسة القديس نيقولاس الأشرفية أمس الأحد، وتداول رواد تويتر فيديو لأحد الشيوخ يتلو القرآن الكريم في العزاء وبجانبه جورج وسوف يشكره، كما حضر وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق لتقديم التعازي له ومواساته على فقدان نجله. وودع سلطان الطرب جورج وسوف نجله الأكبر وديع في كنيسة القديس نيقولاس الأشرفية أمس الأحد، وظهرت ملامح الحزن على جورج وسوف والانكسار عليه، وقد أحاط به أبناه وأفراد عائلته. عاجل حقيقة طرد المطربة أصالة نصري من عزاء ابن جورج وسوف. شيوع جثمان وديع وسوف نجل المطرب جورج وسوف الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت على أنغام أغاني والده، منها أغنية يوم الوداع، وجاء ذلك بعد انتهاء صلاة الجنازة على الراحل وديع في كنيسة القديس نيقولا في بيروت. وخلال صلاة الجنازة رصدت الكاميرات سلطان الطرب مرتديا نظارة سوداء، لكن بدأ واضحا أنه كان متعبا ويجهش بالبكاء. وفي هذه الصلاة ألقى شقيق الراحل جورج وسوف جونيور كلمة مقتضبة قال فيها أن الراحل كان خدوما وطيبا ويساعد الجميع، وأضاف أن الحياة لم يعد لها معنى بعد رحيل شقيقه. وبعد إخراج الجثمان من الكنيسة رصدت مقاطع فيديو إذاعة مقاطع من أغاني جورج وسوف، منها أغنية يوم الوداع ذائعة الصيت. ومن المقرر أن يوارى جثمان وديع وسوف الثرى في بلدة كفرون بمحافظة طرطوس الساحلية السورية. لأول مرة ما هي حقيقة طرد جمال مبارك من عزاء وديع ابن جورج وسوف؟ سلطان الطرب طلب من أهالي كفرون عدم إطلاق النار بالهواء خلال دفن ابنه وديع، ووجه سلطان الطرب جورج وسوف طلبا خاصا لأهالي قرية كفرون في سوريا، وذلك قبل ساعات من دفن ابنه وديع الذي توفي في عملية جراحية يوم الجمعة. ونشر المطرب مقطع فيديو من حسابه على فيسبوك صورة أثناء توجهه بالسيارة نحو قريته، طلب فيه سكانها بعدم إطلاق النار في الهواء خلال الدفن، وهي عادة تنتشر في عدة مناطق من بلاد الشام في المناسبات الحزينة كما السعيدة منها. بالفيديو تسريب لحظة طرد الفنان عادل إمام من عزاء وديع ابن الفنان جورج وسوف. بعد وفاة وديع ابن جورج وسوف إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، تعرف على مخاطر ومضاعفات عمليات تكميم المعدة وتعليق الجراحين على سبب حدوث الوفاة نتيجة مضاعفات عملية تكميم المعدة، والتي من المفترض أن تكون جراحة بسيطة إلا أنها تسببت الجرح في وفاة الشاب وديع. وجاء الخبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل لأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع. على الرغم من إعلان نجاح العملية حينها، فإن وديع تعرض لنزيف داخلي أودى بحياته. من جانبه قال الدكتور سليمان محمد سليمان أستاذ ورئيس قسم جراحة الأورام وجراحات السمنة بالمستشفى الجو التخصصي إنه من مشاكل تكميم المعدة، والتي يتم من خلالها استئصال 85% من المعدة
والبقاء على 15 منها هو حدوث تسريب بنسبة أقل 1% للعصارة المعادية للغشاء البروتينية، ويحدث تسمم بالدم ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم اكتشافه مبكرا وعلاجه على الفور، حيث يتم لحام الجزء المتبقي من المعدة بدباسات جراحية. القصة الكاملة للأزمة الصحية لابن جورج وسوف. تعرض وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف إلى أزمة صحية كبيرة مؤخرا يمكث على إثرها في أحد مستشفيات لبنان، حيث نشر العديد من رواد تويتر تدوينات دعت لابن سلطان الطرب بشفاء، منهم الإعلامي نيشان الذي كتب: قلبي حزين ربنا يشفيه، وذلك في رد على تغريدة لعدد ممن طالبوا بالدعوات له ليخرج من أزمته الصحية التي وصفت بالحرجة دون الدخول في التفاصيل، كما ربط الكثيرون بين تغريدة إليسا الأخيرة التي طالبت فيها بضرورة الاتجاه لأحد مستشفيات لبنان وتبرع بالدم هناك. ومن بين الذين تواجدوا وديع جورج وسوف هناك في نفس المستشفى يذكر أن آخر عمل للفنان جورج وسوف أغنية بيتكلم عليا التي قام بطرحها مؤخرا عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات أمير طعيمة ألحان زياد برجي، واقتربت الأغنية من تحقيق 8 ملايين مشاهدة خلال شهر من طرحها. بكلمات مؤثرة نجوم الفن والإعلام ينعون نجل جورج وسوف. نعى عدد من نجوم الفن والإعلام وديع وسوف نجل الفنان السوري وجورج وسوف الذي توفي مساء الجمعة بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة على خلفية إجرائه جراحة تكميم المعدة. وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بوجع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معاك يا ابو وديع، حامل اسم ابنك كل عمرك وهلا حامل وجع فراقه، الله يعطيك القوة. وعربت كرم سماح عن حزنها في تدوينة عبر تويتر قالت فيها: مش قادر أصدق شو هالخبر الحزين، وديع جورج وسوف صار بين ايديك يا رب، الله يصبر امك وبيك واخوتك على كسرة قلبهن عليك. فيما دعت الاعلامية رابعة زيات بالصبر للفنان جورج وسوف. والان اعزائي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب طرد الفنانة هنا الزاهد من عزاء جورج وسوف؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.